بما انه احنا معنا هند بنت يحيى، هاي فرصه نتعرف عليها تعرف سني، ولكن انا بعرف هندين اللي هن سجلوا في التاريخ العربي. وهند الاولى وكل واحد كان لها دور بارز. هند الاولى كانت هند بنت النعمان. هل حجاج بن يوسف سمع عن جمال هند بنت النعمان وارسل لخطبتها، راح يخطبها. خوفا من ظلم الحجاج قبلت على الزواج، وكانت معروف عنها الجمال والذكاء الحنكة، فتزوجت مقرها حفاظا على أبوها وعلى أهلها وعلى إخوتها. لحتى يوم من الأيام داخل الحجاج بن يوسف إلى المخدع، إلى غرفة النوم اللي فيها هند بنت النعمان، وكانت معها مراي وبتبشط شعرها، سمعها تنشد أبيات الشعر التالي. بتقول: وما هند إلا مهرة عربية قد تحللها بغل. لطيف. فإن أنجبت مهرا فلله درها. إذا خلفت مهر يعني لله درها، يعني تشكر هي، يعني ينسب لإلها الفضل لإلها. وإن أنجبت بغلا فقد أتى به مين؟ بغلون. ماشي؟ بس الحجاج بن يوسف وكل هالقوة وكل هالعظمة وكل هالجبروت بسمع هاي الكلمات عزت عليه، وتراجع بدون ما رد الباب وراح أرسل الخادم تبعه قال له: أوكلتك بطلاق هند، يعني أنت مكلف تنوب عني في طلاق هند. وأعطاه إيش؟ المؤخر. شو قال له؟ بتروح لعند هند وبتقولها الكلمتين هدول، وبتزيدش عليهم ولا كلمة. قال الكلمة: كنت فبنتي. ايش يعني؟ كنت زوجة للحجاج وبنتي، يعني بطلتي. واعطاها المؤخرة. فلما سمعت الكلمات شو قالت له؟ كنا وما فرحنا ليلة. راح الرسالة وقال لها: كنت فبنتي. ففهمت الرسالة، قالت له: كنا وما فرحنا ليلة وبنا افترقنا، يعني ولا نأسف على فراقه قط، يعني ولا حتى سائلة عنه. قالت له: المؤخر هدي مني إلك. ولا جابته قاعد. شو قاعد؟ توبس. الله لا يقيمه. على فكرة حجاج بن يوسف في ثورة الجماجم في العراق من كبار القادة المسلمين، ما قدروا له. هند بنت النعمان بس ما وقفت هون، رجعت لعند أهلها ولم يتجرأ على خطبة هند بنت النعمان. وأنا حكيت هي في عندها صفتين اللي هي الجمال والعلم، ظلت عندها لو ما حدا تقدم لخطبتها خوفا من طرش الحجاج، يعني هي ما انبسطت وهي معها ولا لما طلقها. إلى أن سمع عن جمال هند من الخليفة عبد الملك بن مروان، فأرسل لخطبة هند. فشو بعثت له برسالة؟ شو بتقول له؟ بتقول له: يا أمير المؤمنين، إن الإناء، إيش الإناء؟ أو الصحن خلينا نقول، قد ولغ به كلب. مين الإناء بالتوصيف هون؟ هي. مين الكلب؟ يعني هي كانت بدها تقول له: انا كنت متزوجه من الحجاج، فشبهت الحجاج بالكلب وهي بالوعاء. سعد الله انا هاي النسوان. امير المؤمنين شو قال لها؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان ولغ في إناء أحدكم كلبا فليغسله سبعا إحداهما بالتراب. عمليا يجوا كلها: ما عليك، لا تخافي، أنا أمام المؤمنين. والحجاج بن يوسف مش راح لا يعمل إليك إشي ولا لأهل بيتك. فشو صار؟ اشترطت عليه الفاردي القافلة، مين يمشيها؟ الحجاج. فقاد الجمل الهودج خلينا نقول، وكل الوقت تغير الحجاج وتسمع الحكي
عشان يبدأ منه أي سلوك وتشتكي للأمير المؤمنين، ولكن هو كان ذكي فاتمالك أعصابه لحد ما وصل إلى باب القصر. كانت العملة فيه درهم ودينار، الدينار أعلى، فمسكت درهم وزدته قدام الحجر، قالت له يا غلام آتني بالدينار. طلع شو شاف؟ درهم. فقال هذا درهم وليس دينار. يعني شو بتزد انت درهم؟ يعني زي احنا بتزد 50 شيكل بتقول له قولني 100. فقالت له شو؟ الحمد لله الذي ابدل درهمي بدينار. يعني لسه انا متجوزي احسن منك. واي. فقيل عن الحجاج انه طقطق راسه، يعني وطى راسه. قال هي المره الوحيده اللي بالتاريخ اللي ما اللي انزل راسه فيها الحجاج بن يوسف. امراه. لسه في زلمه بيقدر يسوي ربع اللي عملته غير؟ لا. اذا بتعصروا عصر بيطلع؟ انقرضوا انقرضوا. بتاعت البرلمان الاردني كمان وقعد ياها. ايوه. لسه انا حفاظا على او للمصداقيه بدي اعطي هند ثاني. هند بنت عتبة آكلة الكبود أو الأكباد. هند كانت كان عندها ابن عرف عنه الذكاء والدهاء، على الرغم من إحنا العرب قالوا من هو دهية العرب؟ عمرو بن العاص. ولكن كان معاوية لا يقل دهاء عن عمرو بن العاص. هند كان عندها ابن اللي هو معاوية، وكانت يعني حتى قيل انها كانت تنحاز لابنها في التعامل. في احدى الايام خلال المجلس الحضور لفت انتباه الذكاء معاوية وهو ولد صغير، فاثنوا عليه بمعنى يعني مدحوه، فقالوا ابوه قال جعلتك سيدا على قومك، يعني بتمنى لك. ابو سفيان قال له بتمنى انك انت تصير سيد على قومك. هاي اللحظة كانت مين؟ امه. فالتفتت عليه بشراسة وقالت دواؤه سم، يعني الله ريته السم. فاستغربوا انه كيف هي بتحكي عن ابنها ومين معاوية؟ قالت ان كان سيدا على قومه فقط، يعني كل هالذكاء وكل هالشطارة وتكون سيد بس على قومه. لما تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان اشتهر بالفتوحات وبالتنظيمات الإدارية في الدولة، فكان يقولوا له يعني من وين تجيب الطاقات؟ خلينا كل ما أنجزت مرحلة بتذكر كلمة أمي لما قالت دواءه سم إن كان سيدا على قومه قط. يعني إذا كل هالذكاء وكل الشطارة بده يكون بس سيد على قومه، فشوفوا الكلمة هاي شو عملت وشو كانت أثرت على شخصية معاوية بن أبي سفيان.